حبيبتي جيت. هاج دادا هاج. ألف شكر عيني رحمة الله والديك. جوعانة. بداية أشكر الكادر اللي مثل هذه المسرحية اللي فعلا جسد القضية بشكل مختصر، يعني قضيتنا بشكل مختصر، بس خلاني أسترجع الذكريات المؤلمة اللي أذونا بيها، اللي كانوا يحجون بحقوق الإنسان بالنظام البائد، بالرغم هم العذاب اللي راونا إياه، كان أمي إن كان أخواتي اللي هم كانوا كل مرة يجونا وأشكال يحجون حكي بحيث أمي ضمتنا حتى إحنا كبنات. كنا نجي بالمصطر إذا دعاه ونكشف السوق. ها وانتعا شو عندك فوق؟ نشر هدوم. يعني شلون نشر هدوم؟ وجي يا هدوم يا هدوم اللي تشريها، نفوا عقولكم قبل هدومكم، فهمتي لو لا؟ تدعون بيها تصلون وتدعون وانتو ناس خونة. بس بسيطة، نسيت اقول لك شيء. قول. بالله ادعينا بصلاتكم بالليل. هاي يسحون شنو؟ يا وجيهن عند الله. عافية يا وجيهن عند الله. اشبح لنا عند الله. مسرحية الماكينة تمثل المرأة العراقية، القصة الحقيقية اللي بالعهد البائد اللي احتضنت أولادها 22 سنة وتعرف معاناة المرأة شلون لحد ما صار الفجر الجديد وطلع العيد السعيد وطلعوا الحمد لله والشكر. هاي المرأة العراقية تمثل يعني بذاك العهد وهذا العهد، الخوف هو اللي يولد الشجاعة، صارت شجاعة 22 سنة أو أكثر حتى تحافظ على أولادها. كل مرأة تحافظ على عائلتها حريصة تكون شجاعة، حتى بالخوف يولد الشجاعة، يولد الإصرار والمحافظة على عائلتها. سنوياً يتم إحياء هذه المناسبة، مناسبة يوم الإسلامي للمرأة والعنف ضد المرأة. حقيقة مؤسسة الشهداء دائماً تؤكد على دور المرأة، لكون أن هناك أكثر من 4000 امرأة أعدموا في زمن النظام الدكتاتوري البائد، وعلى رأس هؤلاء النساء المفكرة الإسلامية الشهيدة بنت الهدى وأخريات من نساء العراق اللي كان لهم دور كبير ضد النظام الدكتاتوري البائد.